معنا من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري. أهلا بك أمينة. إذن بعد اتصال الذي وصف بكسر الجليد بين وزيري الخارجية الأمريكي والصيني، الأنظار كلها إلى بالي، إلى جي 20، خاصة في ظل هذه التنديدات وهذه الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها واشنطن مع الصين. نعم كارولينا، إن تم وضع هذه المستجدات في إطارها أو سياقها لربما الزمني منذ استلام الرئيس الأمريكي جو بايدن الإدارة الأمريكية قد لا تكون مفاجئة. التهديدات الأمنية أو التهديدات الكبرى للأمن القومي الأمريكي في التقرير الذي أصدره مجلس الأمن القومي منذ استلام بايدن كانت الصين على رأس هذه التهديدات، وهذا ما أكدته أيضا استراتيجية البنتاغون قبل أيام. هذه التهديدات ليست فقط عسكرية إنما أيضا تجارية واقتصادية، ولهذا لربما ترى الإدارة الأمريكية في الإجراءات التي تتخذها مبررا، خاصة محاولة تحجيم نفوذ الصين في المنطقة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وحرمانها من الحصول على الشرائح الإلكترونية المتقدمة تكنولوجيا والتي يمكن أن تستخدمها الصين في التطبيقات العسكرية، أيضا نشر قاذفات B-52 في أستراليا. هذا أيضا يأتي في إطار استراتيجي عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة في التحالف الذي يعرف باسم أوكس، والذي أحد أهدافه هو تطوير البنية التحتية للدفاع النووي. هذه الرؤوس، لا ننسى كارولينا أنها قادرة أيضا على حمل رؤوس نووية، ووقتها عندما تم الإعلان عن هذا التحالف قيل بأنه موجه بشكل أساسي للصين، خاصة أنه يأتي بعد تحالف أيضا تحالف كواد بين الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، اليابان وأستراليا، أيضا في إطار تعزيز النفوذ الأمريكي في منطقتي المحيط الهندي والهادي بشكل أساسي، في محاولة بالفعل لتحجيم نفوذ الصين. وهذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الصيني في بيان على عقب الاتصال الذي جمعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، أن هناك سعي أمريكي لتحجيم الصين. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة الشاملة من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري، شكرا جزيلا لك.